سلام البنات، كيداير؟ لاباس عليكم؟ هانيه. نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم غنوجد معكم فقاس باللوز البلدي ناجح 100% مع جميع الاسرار ديالو. تبعوا غير الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غينجح معكم. ندوزوا للمقادير. بالنسبه للمقادير، عندي زلافه ديال اللوز في الزكسه في الماء زهر من قبل، وعندي 2 معالق ديال النافع، وعندي 7 البيضات، غندير 6 وناخذ 7 البيضات، غناخذ منهم صفر بيضه باش ندهن. وعندي زلافه ديال الزنجلان، وزلافه سنيده، وزلافه الزيت، يعني نفس الزلافه تعبروا بها كل شيء. والدقيق على حسب الخليط. المهم انا عندي هنايا كيلو ديال الدقيق غربلته من قبل، وجوج خمارات، وفاني. خديت البصعه درت فيها واحد رشه الملح، غندير زلافه ديال سنيده. بالنسبه لي انا بغيت كميه كثيره، ممكن ديروا غير نص المقادير. غندير البيض، صافي. غنخلط البيض والسنيدة، ندير الزيت، ندير الزنجلان. الزنجلان ما محمرش، ندير النافع، نحكو هكا بينات يديا واحد شويه باش يطلق. ندير اللوز، غندير الفاني، صافي. غنبقى نزيد الدقيق شويه شويه حتى يتجمع ليا الخليط. متكونش العجينة قاصحة، متكونش مطلوقة، تكون رطبة شوية. دابا ندير الخمارات، وتزيدو الدقيق غير بشويه بشويه، لحقاش كاين شي دقيق كيشرب، كاين شي دقيق ما كيشربش.
صافي هانت معاك كيفاش كتجي العجينه هكا رطبه ما تكونش قاسحه. دابا غادي نبدا نقسمها. لك بحال هاد الشكل هكايا. المهم بغيتو داك سميتو يكون طويل ولا يكون صغير؟ من احسن ديروه صغير تحكموا فيه. صافي ونبقى ندير في الطاوه بحال هاد الشكل هكا هكا. فاش نديرها فاش نحطها في الطاوه غنبرك عليه واحد شويه، ماشي غنقرصو، غير واحد شويه كيتقاد ليا بحال هاد الشكل هكا. صافي غنبقى بهاد الطريقه دي حتى نكمل هاد الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله. صافي ساليت الكميه اللي كانت عندي، صفرت البيضه، درت معها شويه ديال الخل ودرت معها نسكافي. ممكن ديروا الشوكولاط، ممكن ديروا معها شويه الحليب. صافي دابا ندهن. بالنسبه للفقاص علاش تنقرصوا واحد شويه، تنبركوا عليه واحد شويه باش فاش كنديروه في الفران باش من كيجي تنفخ لينا ما كيتشققش. وبالنسبه للفران خاصو يكون على عافيه مهيله بحال اللي غادي طيبي الكيكه، وما يكونش مزموت، تخليو الباب ديال الفران يكون محلول شويه باش ما يتشققش. صافي دابا غادا ندهنهم. صافي غناخد فرشيطه وندير لي هاد الخطوط هكايا. صافي ونديرو يطيب غير واحد شويه، غير نص طيبه ارجع معاكم. من بعد ما طاب نلطف الفران، هانتوما كيفاش كيجي، ما مشقق لا والو. راني نسيت ما قلتش ليكم فاش بغيت ندخلو الفران تقبسو بالكيردو هكايا باش ما كيتشقق لا حتى شي حاجه. صافي وتفزقي شي منديل وديري عليه بحال هاد الشكل هكا هكايا. صافي وتخليه، انا درته في العشيه نخليه حتى الصباح نقطعو، واذا درتيه في الصباح خليه حتى العشيه وقطعيه باش ما يكونش عندك فيه الكسور بزاف. صافي دابا نبدا نقطع، الموس يكون ماضي، المهم بغيتوه يكون رقيق بزاف، بغيتوه يكون بحال هادشكل. كيجي بحال هادشكل هكايا. وصدقوني الا تبعتو هاد الطريقة هادي مغيجيش عندكم فيه الكسور نهائيا. صافي غنبقى بحال هادشكل هكايا حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة. هانت صافي ونديرو في طاوة ونشعل عليه الفران العافية تكون مهيلة ونخليه يتحمر لي على خاطر. ما تديروش العافية تكون مجهدة باش يتحمر لكم على خاطر، خاص تكون العافية مهيلة. من بعد ما طاب الفقاص درته في طبق التقديم، ها هو كيفاش كيجي، كيجي مذهب. باش نقصت عليه البوطة وخليته طاب بشويه حتى تحمر ليا، اما الا جهدتو البوطه يعني كيتحرق لكم ما كيجيش في هذا اللون هكا يا مذهب. وانتم كيفاش كيجي كي. الا عجبكم لا فيديو ديالي بارطاجيو مع العائله ومع الحباب، وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد.